20,000 دينار هي غرامة فرضتها مديرية مرور السليماني على سائقي المركبات العامة والخاصة والذين لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية سيما لبس الكمامة، وذلك ضمن إجراءات جديدة لمنع تفشي جائحة كورونا. نحن كفرق تابعة لمديرية مرور السليمانية نقوم بتطبيق قرار وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان لمحاسبة أصحاب المركبات العامة والخاصة والذين لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية وخاصة لبس الكمامة. أرجو من جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية حفاظا على السلامة العامة. وفرمان ما بيكره وهر برزك جماس نبسة توانين سزايبين. ورقة العبور هنا هي الكمامة الطبية، فلا تسهيلات تقدم للمخالفين لقرارات اللجنة العليا لمواجهة الوباء، بينما أشاد مواطنون بالتعليمات عادينها ضرورية في الوقت الحالي. والله هرشتي قلبي بيبا كولتور اتر بيوزنا كان مرور بيت السرجادة. والله ما دام كولتور أتمنى أن يصبح لبس الكمامة ثقافة عامة داخل المجتمع الكردستاني، وجهود اللجان هنا مشكورة، وهذه الإجراءات تطبق في جميع الدول وخاصة الأوروبية منها. براستي زور 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 هاو كاري خلق كان. هذه الإجراءات ضرورية في الوقت الحالي للسلامة العامة، وما تفعله هذه الفرق هنا تفعله من أجلنا، ولذلك يجب علينا الالتزام بالتعليمات حتى نتخطى هذه الأزمة. ومع ارتفاع المعدل اليومي للإصابة بكورونا في حدود السليمانية، افتتحت دائرة الصحة أقساما جديدة لفحص كورونا، بينما فرضت اللجان المختصة جدول دوام للمطاعم والمقاهي لا يتخطى الساعة 9 ليلا. لقناة زاكروس تي في شيار محمد السليمانية.